مرحبا، اسمي نور الهدى الطاهرة، عمري 24 سنة، مخرجة من الجامعة اللبنانية بالحدث فنون تشكيلية سنة 2018 مع ليسانس. وكتير اشتغلت على حالي، اجت فترة قعدت بالبيت كرمال طور من حالي واشتغل على حالي وابرز للعالم انه الفن ما بيموت، وانه في كتير شغلات منعيشها بالحياة اليومية هي اصلا فن. حبيت شارك بورد ارت كولكتر كرمال هن بيحبوا يعطوا الأسلوب اللي نحنا يوصلوا لنا الأعمال اللي نحنا قاعدين عم نعملها، إن كان أي فن قاعدين عم نستخدمه، إن كان تجريدي ولا واقعي ولا أي شيء قاعدين عم نشتغله، فموفقين للكل ومرسي كتير.